وحنا كنا وقعت لك كنسوق على اي واحد فينا ونقول لعمرك انت ماشي حكيمتي خايبه حاشا لله، راه اي واحد معرض فينا لهذا الحدث اللي وقع للأستاذة ديالنا الفاضلة والكريمة. هذا حدث منكر واعتبره شخصيا يعني اسمح لي ما خسرتش الهضره. اكيد كنشكرهم يعني هما كيبقاو على قبلهم كنخدموا، ولا كنا نقدروا نتجاوزوا بحال هاد بحال هاد الاعمال هادي فبيهم هما يا صراحه، يعني انهم يجيو ويعترفوا لك كاستاذ بالمجهود ديالك هما الاولين، هذا دعم معنوي بطبيعه الحال. كنشكرهم عليه، كنشكر التلامذي بالخصوص، وتنشكر زملائي كلهم وزميلاتي، وكنشكر الاساتذه اللي ضامنوا معايا كلهم. اكيد يعني ابشع احساس يمكن تحس به كاستاذ هو ملي ضربك تلميذك، ما غيقاسمك هذا الاحساس الا اللي عنده هذه المهنه ديال الاستاذ، واستاذ بضمير مهني، يعني ماشي هو داخل على المهنه. يرجعوا لنا حقنا اننا نخدموا في امان مع الوليدات، حنا ما كنمشيوش تما باغيين نضربوا ولا عندنا اسلحه، حنا كنمشيو نقريو، بغينا نرجعوا الكرامه، بغينا نرجعوا هذا الامان. يعني اي موظف ديال الدوله كيزاول المهمه ديالو بامن وامان، يعني حتى انا كاستاذه دابا هذا الشعور ديال انك غادي تقري هو في حد ذاته، ونتفكر انني استاذه غادي نقري كتخاف. أتوقع اولا باش يا كما كنقدروا نقولوا ان صعيب باش انك تضرب استاذ راه بحال ضربتي والديك، فهمتيني اخويا؟ يعني استاذ خصك ديرو بحال باك، بحال تشوف فيه خوك، تشوف فيه كل شيء، يعني كيقريك ما يمكنش انك تاذيه. ايوا كنتمنوا هاد الواقعه ما نبقاش نشوفها في المجتمع ديالنا، وكنتمنوا السلطات انها دير شي حاجه اللي تحارب بهاد الشيء، حقاش ولاو التلاميذ مجرمين، ما بقاش تلميذ انه خارج من دارهم، ولا تلميذ مبلي، ولا تلميذ، ولا كنشوفوا بزاف ديال الحوايج، فهمتيني؟ يعني حاله عويصه وصافي، الله يجيب الشفاء للاستاذه رشيده مكلوف. وفي الحقيقه هو اي استاذ او اي اداري في المؤسسه ما يمكنش ليه او ما يقبلش مثل هذا الاعتداء الشنيع اللي تعرضت ليه الزميله ديالنا، فكل ما نطلبه وما نتمناه هو ان ترد هذه الكرامه لرجل التعليم بصفه عامه. ونحن الان في هذا البيت المبارك، بيت الاستاذه رشيده مكلوف، وهذا هؤلاء التلاميذ وهؤلاء الزملاء والزميلات لهو تعبير عن مدى حبنا وتقديرنا لهذه الاستاذه الكريمه المعروفة بجدها واجتهادها لمدة 14 سنة من الخدمة، ونقول لها كلنا معك إن شاء الله، وستمر هذه المحنة وستعود الأمور إلى مجاريها إن شاء الله. احنا كفعاليات المجتمع المدني بعملات مقاطعة عين صباح الحي محمدي نشجب ونستنكر وندين هاد الأشكال ديال العنف التي أصبحت تتعرض لها المؤسسة التعليمية على الصعيد المحلي أو على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني بصفة عامة. يجب حماية الأستاذ، يجب حماية كذلك التلميذ، يجب الحفاظ على كرامة الأطر التربوية والإدارية، والحفاظ على كذلك على المتمدرس. هنا المنظومة كلها أصبحت تشكل دابا واحد الآفة كبيرة ديال العنف. جاء الوقت دابا جميع الهيئات المنتخبه والبرلمان والهيئه والنقابات والجمعيات المجتمع المدني، كل شيء خصنا دابا نديروا وقفه هذا، لان يجب سن مجموعه من القوانين وهذا اللي تسجر بهاد السلوكات السيئه وتحافظ على الوليدات ديالنا. حنا كذلك كجمعيات اباء واولياء التلاميذ لاحظنا مجموعه من السلوكات الشاذه تيديروها الاباء ديال التلاميذ، اذا ما نكروش ان بعض الاباء ما مربينش وليداتهم بهذا المعنى. تجي تلميذه لابسه شي لباس يعني غير محتشم، تيردها انا هذه العين ديالي، تردها الاستاذ تقول الله يجيك لبسي الوزره ديالك واحتراما للقانون الداخلي ديال المؤسسه، وتيجي الاب تيسب الاستاذ تقول ماشي شغلك، انا بنتي انا اللي شاري هاد الحوايج وماشي انت شغلك. وهذا المقاربه الامنيه ضروري منها، اذا المحيط ديال المؤسسه المخدرات وحبوب الهلوسه اصبحت تنتشر بطريقه يعني مخيفه جدا. دابا جا الوقت اننا نحمي وليداتنا ونحمي المدرسه ونديروا واحد الوقفه ديال التامل.